لبس زي الستات بالظبط، نفس الملابس ونفس المكياج، وكان بيركب المواصلات ويمشي في الشوارع متخفي في الهدوم دي، وكل ده عشان يعمل اللي ما يعملوش الشيطان. قصة الشاب ده هتصدمك، مش هتصدق اللي عمله. وقع مثيرة حصلت في الساعات اللي فاتت لشخص اتقبض عليه بعد ما قدرت الأجهزة الأمنية تكتشف هويته. الشخص ده كان بيتعمد انه يلبس ملابس سيدات ويحط مكياج ويكون في هيئة البنات بالظبط، والسبب انه يعرف يسرق براحته ويعمل كل اللي يخطر على بالك ويكون معاهم في المواصلات وفي كل مكان بدون ما حد يعرف هويته. الواقعة دي حصلت في العراق، وبحسب الفيديو المتداول للشخص ده فصورته الأجهزة الأمنية هناك بعد القبض عليه وهو بيظهر طريقة التخفي وبيتخلى عن ملابس السيدات اللي لابسها عشان تظهر هويته الحقيقية. وفعلا الفيديو كان صادم لدرجة انك ممكن ما تصدقش عينك ان اللي كان قدامك بملابس نسائية ده في الأساس راجل وعمل كده عشان ينفذ مخططه. بحسب الفيديو كان باين على الشخص ده ملامح الصدمة، خصوصا انه كان بيعمل كده وبيحاول ان محدش يكتشف هويته، كان بيسرق فلوس من السيدات ويمشي في الشارع متخفي، وكمان اوقات كان بسبب تخفيه في زي السيدات كان بيعمل حاجات عيب. الشخص ده عمل الواقعة دي اكتر من مرة، كان دايما بيعمل كده طول الوقت ومحدش عارف يجيبه او محدش يعرف هويته، محدش عارف يوصله، وكان لما بيركب مع السيدات خصوصا في المواصلات يقدر يسرق اي حاجة، محدش كان بيعرف يتعرف عليه. والمفاجأة ان مش بس ده الزي الوحيد او الطريقة الوحيدة في التخفي اللي كان بيعملها، لكن عنده ملابس نسائية كتيرة بيعرف يتخفى بيها وشاري مكياج كتير عشان يقدر يغير من ملامحه. بحسب التقارير قالت ان الايام اللي فاتت اتقبض على الشخص ده بتهمة السرقة، اجهزة الامن والشرطة هناك قبضت عليه وكانوا فعلا مفكرينه سيدة، لكن اكتشفوا الصدمة لما جه يتكلم، صوت رجولي وحركات مش أنثوية بالمرة، وده كان الخيط اللي خلاهم يشوفوا ايه حكاية السيدة دي. وهنا كانت المفاجأة انه في الاساس شخص في الثلاثينات من عمره وقدر يعمل كل ده عن طريق التخفي وشغال في القصة دي بقاله سنين ومحدش كان عارف يشوفه او يتعرف عليه. والمفاجأة كمان ان مواجهة الشخص ده بالتهم وسماع اقواله في اللي عمله كانت هنا المفاجأة، ان اللي عمله على مدار سنين كان كارثي، والموضوع مش مقتصر بس على السرقة لكن في اعمال عيب وتاريخه كان مليان بالجرائم اللي ارتكبها. الواقعة عملت جدل كبير على منصات التواصل في الساعات اللي فاتت، وتداولها رواد السوشيال ميديا على نطاق واسع وسط تعليقات مثيرة قال فيها المتابعين: لا حول ولا قوة إلا بالله، بقينا نشوف حاجات غريبة، الله يرحمك يا رجولة، الواحد هيشك كده في كل اللي حواليه، إيه المناظر دي؟ الواقعة لسه فيها تفاصيل كتير وأكيد هتظهر في الأيام الجاية، خلينا نشوف.